بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. امتحان الدور الثاني للفترة الدراسية الرابعة، العام الدراسي 2015-2016، للصف 11 علمي في الفيزياء. الدور الثاني. تأكد أن عدد صفحات الامتحان كما هو مسجل 7 أو 6 أو 8، واقرأ تعليمات الاختبار جيدا قبل الشروع في الإجابة. والآن نبدأ في حل الاختبار. السؤال الأول: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية: الكمية الفيزيائية التي يمكن من خلالها تحديد مدى سخونة جسم ما أو برودته عند مقارنته بمقياس معياري درجة الحرارة، كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جراما واحدا من مادة ما درجة حرارية واحدة على تدريج سيليسيوس، السعة الحرارية، النوعية، القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنات الكهربائية الموضوعة عند هذه النقطة، شدة المجال الكهربائي عند نقطة، ظاهرة انحراف الموجة الضوئية عن مسارها الأصلي عندما تمر من خلال ثقب ضيق أو تمر على حافة حادة أثناء انتشارها، حيود الضوء. أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبا علميا: كثافة الماء عند درجة صفر أقل من كثافتها عند درجة 4، الحرارة الكامنة للتصعيد لمادة معينة تكون عادة أكبر من الحرارة الكامنة للانصهار للمادة نفسها. في الشكل المجاور يمر تيار كهربائي في ملف حلزوني، فإن قطب المغناطيس عند الطرف A. طبعا بتطبيق قاعدة اليد اليمنى هنجد أن الطرف A قطب شمالي والطرف B قطب جنوبي، أو بتطبيق قاعدة عقارب الساعة هنجد أن التيار يمر في الحلقة عند الطرف A بعكس حركة عقارب الساعة. الخاصية المميزة التي لا تحدث إلا للموجات المستعرضة هي الاستقطاب. ضع بين القوسين علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة X أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي: تعادل درجة الصفر على مقياس كلفن درجة حرارة تبلغ 273، طبعا سالب 273 والعبارة خطأ. الغليان يعتبر عملية تسخين، العبارة خطأ، الغليان عملية تبريد. اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربائي في موصل يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي المستمر المار بالموصل، العبارة صحيحة. في الشكل المجاور تنعكس الأشعة الساقطة في اتجاهات عديدة، العبارة صحيحة لأن ده انعكاس غير منتظم. السؤال الثاني: ضع علامة صح في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية: جسم كتلته الكتلة M، والسعة الحرارية السعة الحرارية سي كابيتال، فإن السعة الحرارية النوعية سي سمول تساوي سي كابيتال تقسيم M، 1800 تقسيم 2 يساوي 900. أحد الأجهزة التالية لا يستخدم فيه المزدوجة الحرارية، وهو الترمومتر. إذا كان معامل التمدد الحقيقي جاما R ومعامل التمدد الظاهري جاما A، فإن معامل التمدد الحجمي بيتا، طبعا
بيتا بيساوي جاما ار ناقص جاما اي. بالطرح للمقدارين دول هنجد ان الناتج 6 معامل التمدد الحجمي 6 في 10 اس سالب 5. افضل خط بياني يمثل العلاقه بين كميه الحراره كيو اللازمه لتغيير حاله ماده وكتله الماده، علاقه تناسب طردي من القانون كيو بتساوي ام ضرب ال. الشكل المجاور يوضح خطوط القوى لمجال كهربائي حول شحنتين نقطيتين A و B، وبذلك يكون نوع كل من الشحنتين. الخطوط تخرج من الشحنة الموجبة يبقى تخرج من A، الخطوط تتجه إلى الشحنة السالبة تتجه إلى B، يبقى الشحنة A شحنة موجبة، الشحنة B شحنة سالبة، موجب سالب الاختيار الأخير. الشكل المجاور يوضح تيار كهربائي مستمر شدته شدة التيار يمر في سلك مستقيم موضوع في الهواء، فإن شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار عند النقطة A التي تبعد عن السلك مسافة D ويجب تحويلها إلى وحدة المتر بالقسم على 100 عن محور السلك بوحدة تسلا تساوي، علما بأن ومديني مقدار معامل النفاذية المغناطيسية B للسلك بتساوي ميو نول ضرب I تقسيم 2 باي ضرب D بتساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 ضرب شدة التيار 6 تقسيم 2 باي ضرب البعد 0.04. طبعا الجواب هيكون المقدار 3 في 10 أس سالب 5. بالنسبة للاتجاه بتطبيق قاعدة اليد اليمنى هنجد أن اتجاه المجال المغناطيسي عمودي على الصفحة في المنطقة أعلى السلك وعمودي على الصفحة إلى الخارج في المنطقة أسفل السلك. النقطة A تقع في المنطقة أعلى السلك يبقى إلى داخل الصفحة و3 في 10 أس سالب 5. في تجربة الشق المزدوج ليونغ كانت المسافة بين الشقين A والمسافة بين لوح الشقين والحائل D والمسافة بين هدبين متتاليين مظلمين داء البعد الهدبي دلتا واي، فإن الطول الموجي لامدا. طبعا من القانون دلتا واي بتساوي لامدا ضرب D تقسيم A، لامدا هتساوي A ضرب دلتا واي تقسيم D. يبقى بالتعويض هنجد أن الناتج 5 في 10 أس سالب 7. في الشكل المجاور انتقلت أشعة ضوئية من وسط أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة، فإن شعاع الضوء الساقط بزاوية حرجة المنكسر بزاوية 90 R بتساوي 90 درجة، يبقى شعاع الضوء هو هذا الشعاع الذي يسقط بالزاوية الحرجة وينكسر مماسة للسطح، عشان هنا فيه سهم بيوضح اتجاه الشعاع المنكسر وهو الشعاع SC. علل الحرق بالبخار أكثر ضررا من الحرق بالماء المغلي الذي له درجة حرارة البخار نفسها، لأن البخار يفقد الطاقة عندما يتكثف إلى ماء ساخن يبلل الجلد. في الشكل المجاور تبدو الملعقة كما لو كانت مكسورة بالنظر إليها عند السطح الفاصل بسبب انكسار أشعة الضوء أثناء
انتقالها من الماء إلى الهواء. ما المقصود بكل مما يلي؟ الحرارة هي سريان الطاقة، من جسم له درجة حرارة مرتفعة إلى آخر له درجة حرارة أقل. المجال الكهربائي المنتظم هو المجال الذي يكون ثابت الشدة وثابت الاتجاه في جميع نقاطه. ساق من النحاس طولها، الطول الأصلي، ارتفعت درجة حرارتها من Ti إلى درجة الحرارة النهائية Tf. فإذا علمت أن معامل التمدد الطولي ألفا، احسب مقدار الزيادة في طول الساق. دلتا L بيساوي L0 ضرب ألفا ضرب دلتا T بيساوي الطول الأصلي 2 ضرب 17 في 10 أس سالب 6 ضرب التغير في درجة الحرارة 70 ناقص 20 درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية بيساوي 17 في 10 أس سالب 4 بوحدة المتر. احسب معامل التمدد الحجمي للنحاس، بيتا بيساوي 3 ضرب ألفا بيساوي 3 ضرب 17 في 10 أس سالب 6 بيساوي 3 في 17 يدينا 51 في 10 أس سالب 6، وحدة القياس سيليزيوس أس سالب 1. السؤال الرابع، قارن بين كل مما يلي: التبخر والغليان، وجه المقارنة، جزيئات السائل التي تحدث لها. التبخر جزيئات السطح، الغليان جزيئات باطن السائل أو القاع. التداخل البنائي والتداخل الهدمي، فرق المسير إن ضرب لمدا أو ما يعبر عنها مضاعفات عددية صحيحة لطول الموجة. التداخل الهدمي 2 إن زائد 1 في لمدا على 2 أو مضاعفات فردية لنصف طول الموجة. ماذا يحدث في كل من الحالات التالية؟ عندما تكتسب المادة كمية من الحرارة أو تفقدها ولا تتغير درجة حرارتها، تتغير حالة المادة، يعني تتحول من حالة إلى حالة أخرى، من صلب إلى سائل، من سائل إلى بخار، طالما أنها اكتسبت. عند سقوط شعاع ضوئي مارا بمركز تكور مرآة مقعرة ينعكس على نفسه، قطعة من الثلج كتلة درجة حرارتها تي اي تحولت إلى ماء في درجة حرارة صفر. فإذا علمت أنا ومديني الحرارة الكامنة للانصهار والسعة الحرارية النوعية للثلج،
احسب كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة قطعة الثلج من سالب 20 إلى 0. كيو بتساوي ام سي دلتا تي بتساوي الكتلة 1/10 ضرب سي 2090 ضرب دلتا تي درجة الحرارة النهائية تي اف 0 ناقص سالب 20 بيساوي 4180 جول. احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل قطعة الثلج من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. كيو اف بتساوي ام ضرب ال اف بتساوي الكتلة 1/10 ضرب ال اف 3.33 في 10 أس 5 بيساوي 33300 بوحدة الجول. السؤال الخامس: استنتج مع الرسم العلاقة الرياضية للساعة المكافئة لثلاثة مكثفات ساعتها C1 وC2 وC3 متصلة على التوازي بمصدر فرق جهد. C1 C2 C3 وأوصل وأضع مصدر فرق جهد والاستنتاج. أنا عندي هنا كمية الشحنة الكلية كيو إيكوفلنت بتساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 وفرق الجهد ثابت في بيساوي في 1 بيساوي في 2 بيساوي في 3 بما أن كيو بتساوي سي ضرب في يبقى إذن سي إيكوفلنت ضرب في بيساوي سي 1 ضرب في زائد سي 2 ضرب في زائد سي 3 ضرب في بالقسمة على في. هنجد أن سي إيكوفلنت بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. على المحاور التالية أرسم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب أسفل كل منها. العلاقة بين التغير في حجم جسم دلتا في وحجم الجسم في نول عند ثبات باقي العوامل. طبعا العلاقة علاقة تناسب طردي من القانون اللي هو دلتا في بتساوي في نول في بيتا في دلتا تي. والعلاقة بين شدة المجال المغناطيسي وبعد النقطة عن محور السلك المستقيم الذي يمر به تيار كهربائي مستمر عند ثبات باقي العوامل. علاقة تناسب عكسي من القانون المستخدم لحساب شدة المجال المغناطيسي. يوضح الشكل المجاور مكثفان سعتهما 3 ميكروفاراد و6 ميكروفاراد واتصلا على التوالي توصيل على توالي بمصدر فرق جهد يساوي 12 فولت. احسب السعة المكافئة. طبعا 1 على سي إيكويفلنت بتساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 بتساوي 1 على 3 زائد 1 على 6 بيساوي 1 على 2 يبقى إذن سي إيكويفلنت تساوي 2 بوحدة الميكرو فاراد. كويس. الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين يو بتساوي نص سي إيكويفلنت في تربيع إيكويفلنت طبعا نص ضرب السعة المكافئة 2 مايكرو أضربها في 10 أس سالب 6 لتحويلها إلى وحدة الفاراد ضرب فرق الجهد 12 فرق الجهد الكلي تربيع بيساوي
144 في 10 أس سالب 6 بوحدة الجول. السؤال الثالث: وضع سلكا يحمل بطرفيه أثقال على قطعة من الثلج كما هو موضح في الشكل المجاور. بعد دراستك للشكل المقابل أجب عما يلي: ماذا يسبب الضغط على السلك يجعله يخترق قطعة الثلج ويسقط؟ ماذا يحدث لقطعة الثلج؟ لا تنشطر وتبقى كما هي. ماذا تستنتج؟ زيادة الضغط تخفض نقطة الذوبان وعند زوال الضغط يعود السائل إلى حالة التجمد. بين قوسين: إعادة تجمد الماء. الفقرة الثانية من السؤال السادس: اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل مما يلي: كمية الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة من القانون كيو بتساوي ام دوت سي دوت دلتا تي. يبقى الكتلة والتغير في درجة الحرارة ونوع مادة الجسم. السعة الكهربائية للمكثف من القانون سي بتساوي إبسلون نول إبسلون آر دوت اي على دي. المساحة المشتركة والبعد أو المسافة بين اللوحين ونوع الوسط العازل بين اللوحين. مسألة: مرآة مقعرة يبقى إذن البعد البؤري موجب، بعدها البؤري 30، وضع جسم على بعد الجسم يو، احسب موضع الجسم اوجد في بعد الصورة، موضع الصورة المتكونة 1 على في يساوي 1 على اف ناقص 1 على يو يساوي 1 على 30 ناقص 1 على 90 يساوي 1 على 45. إذن في تساوي 45 سنتي. أوجد التكبير اللي هو ام. التكبير الخطي ام بتساوي سالب في على يو بتساوي سالب 45 على 90 بتساوي سالب نص. انتهت الأسئلة. نرجو للجميع التوفيق والنجاح.